7:58 هو التوقيت الذي تدون تحت اقدام وبرا. تهانينا خليفه بضبيب بسليمان الشامسي، تهانينا لكل الفائزين. التحية مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام، التحية متجددة بحضراتكم. التواصل مستمر في هذه الانطلاقات الصباحية هنا على أرضية ميدان سيف العرب أحد فروع ميدان المرموم في دانة الدنيا دبي. شاهدنا المتعة وشاهدنا الإثارة مع سن الإذاعة. تهانينا لكل الفائزين في الأشواط الماضية، وحظ أوفر لمن لا يحلفه الحظ في الأشواط الماضية. يسير شوطنا 18 وهو شوط الختام، شوط الوداع. تابعنا 18 شوطا قسمت للإبكار والجعدام ما بين أصحاب السمو الشيوخ وأبناء الغبايل. يسير شوط الختام والخاص بالإبكار الإذاعة المهجنات الأصايل. نبدأ بمقدمة الشوط ونتابع المركز الأول. هذه هي المشيرة لسيف بن مطر بن سعيد بن حاث الاكتبي اللي تحتل المقدمة والمركز الأول، بينما في ثاني المراكز غارة لجمعة بن راشد بن سعيد بالغافرية الفلاسي متواجد على المركز الثاني، بينما دجا اللي تحتل المركز الثالث بشعار محمد بن سلطان بن رشيد السويدي، بينما في رابع المراكز هذه صدى السليم بن علي بن حبيب الهاشمي يحتل المركز الرابع، بينما في خامس المراكز هذه رند لسالم بن عبيد بن سويدان العامري تحتل المركز الخامس، بينما في سادس
المراكز هذه. ندى الحمود بن سعيد بن حمود العفاري تحتل المركز السادس بينما في سابع المراكز هذه هي جواهر رسالة بن محمد بن غمشة العامري، وثامن المراكز اللي تأتي في هذه هي سكتة لأحمد بن مبارك بن سعيد بن مرخان الاكتبي، محتلة مشاهدينا الكرام التاسع المراكز، بينما في عاشر المراكز هذه الفائزة ومضمر الغرن وصل سعد بن طالب بن شريم المري على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للعشر المراكز الأولى، أو فين لمسامعكم النداء الأول في هذه اللحظات مع رحلة شوط الختام وشوط الوداع في هذه الانطلاقة. أسماء ما بعد الخمس المراكز الأولى أراها أسماء قوية، هناك شعر دكتور الأصايل والعديد من الشعارات اللي خلف العشر المراكز الأولى نترغبها مع المنعطف الأخير ومع الكيلو المتر النهائي. على العموم العودة إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول، ورعم طيل بدأ يحرك، رعم طيل بدأ يكلمها بدأ يرمسها في مقدمة الشوط وفي المركز الأول في هذه اللحظات. هذه المشيرة واعتقد انها من سلالة المشير المملوك لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، هذه هي سلالة المشير الغنية عن التعريف ما شاء الله وتبارك الله. سيب بن مطر بن سعيد بن حادة الاكتبي ينطلق على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول، بينما اسمر خطير يتقدم على المركز الثاني. دير بالك يا بن حاثة بن رشيد اللي واصل على المركز الثاني، يقدم لنا دجة محمد بن سلطان بن رشيد السويدي احد ممثلين جميرة في مدينة دبي. المركز الثالث هذه هي رند لسالم بن عبيد بن سويدان العامري، تحركت على المركز الثالث. المركز الرابع اللي قادمه هذه هي جبارة لأحمد بن سيف بن سالم النيادي، والمعركة بدأت تحلو في هذه اللحظات. المركز الخامس هذه هي مشاهدينا الكرام جواهر سالم بن محمد بن قمشة العامري، ولكن المشيرة يا سلام طارت على مقدمة الشوط. سلامي عليكم يا هلق شابه، لله دركم على هذا الحضور المتميز. مشكور يا سعيد يا ابو سالم يا ابن مطر يا ابن حاد الاكتبي على المتابعة لمشيرة اللي تودي السلامات الى اهالي هيلي منطقة هيلي في مدينة العين دار الزين. هذه المشيرة اللي سيب بن مطر بن سعيد بن هذا الاكتبي تطير مشاهدينا الكرام بشوط الختام لتهدي اهالي غشابة اهالي ميدان غشابة تهانينا والناموس لسيف بن مطر بن سعيد بن حاذة الاكتبي، والتهنية لسعيد بن سالم بن مطر اللي راغبها لحظة وصولها الى خط نهاية مهدية هل هي لهذا الفوز والانتصار. المركز الثاني رند لسالم بن عبيد بن سويدان، المركز الثالث اللي ايضا مشاهدينا الكرام اللي وصلت فيه جبار لأحمد بن سيف بن سالم النيادي، رابعا المركز الرابع مشاهدين الأعزاء وصلت فيه المتحدة لعبد الله بن خلفان بن علي الرفيس الاكتبي، وخامس المراكز مشاهدين الأعزاء اللي وصلت على المركز الخامس عطنا يا محمد الجابري اللي وصلت هي فتنة مبارك بن مطر بن محمد الرميثي احتلت المركز الخامس. هكذا مشاهدينا الاعزاء ومتابعينا الكرام في صباح هذا اليوم وفي تحديات هذا الصباح الجميل، تهانينا وناموس لكل الفائزين في صباح هذا اليوم، حظ نوفر لمن لا يحلف الحظ في صباح هذا اليوم. تهانينا لكل الفائزين، نشكر اللجان في ارضيه ميدان سيف العرب، تقبلوا تحياتي وتحيات اللجنه، يستودعكم الله لا تضيع ودائعها، وإلى اللقاء.